السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة، كما كتشاهدوا معنا عملية كنترول لجمعية ملتقى الأبطال بحضور مكتب جمعية ملتقى الأبطال عند أحد أبطال مسابقة ناحية قنميم، مسابقة سيدي فني دائما عند البطل الكبير الراجي هشام الراجي، إنجاز كبير في هذه المسابقة، الرتبة الخامسة داخل الجمعية والرتبة الثامنة عشرة داخل الفيدرالية الدار البيضاء. تيحضر معنا هنا الاخ عصام الدين بلقجة والاخ صلاح الدين امشاد والاخ كريم عجلاني، وغادي نبداو الكلمه، غادي نبداو اول كلمه غادي نبداو عند الاخ عصام الدين بلقجة، واللي غادي يقدم البطل ديالنا اللي شرف الجمعيه وداخل الفيدراليه الدار البيضاء. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام، يعني بخير متابعين ومتابعين الاخوه الكرام. اليوم عندنا السيد اللي هو خالق، صراحه الله ذاك العام اللي انضم للملتقى كانت فرحة كبيرة، كانت كتفرح دوك الناس اللي تيكونوا متخلقين عندهم سمعة طيبة، بدا يتشتوا الفضاء ديال الجمعية. وذاك العام تبارك الله كان تحقق أول تلقى قلب ثاني، دخلنا عليه مباركين مساعدين. صراحة الله قليل الكلام ما قدرتش ما كتصورش، بغاو غيدويو ونستمتعوا بالجلسة معاه وداك الشيء. صراحة الله إنسان مواضيع رياضي من نوع طراز رفيع، عشان النتائج الرياضية عنده كبيرة في صمت، فهمتي ولا لا؟ ربما هو بحكم العمل بحكم الوقت ما متفرغش. وصراحة الله الحمام راه أقل البنات ولا لا، سمعها مشروع بطل مو أنا الكبار، وهو راه عارف أن الوقت ديالو كيعطيه كيخول ليه واحد تألق في واحد المسابقات، وما يقدرش بحكم هذا العمل ديالو يتألق في جميع المسابقات. ولكن هذه السنة صراحة الله استغلينا الفرصة ديال المسابقة ناحية سيدي فني باش نجيو نباركو ليه، لأنه شرف الجمعية في الفيدرالية. واش ما نقولش كل شيء نخلي الأخ صلاح ما ليا باغي يدوي. لا خذ راحتك أخويا، خذ راحتك. لا ما كيميتك، خلوا الأخ صلاح ولا غادي تكلمي. خويا بالعيد كنشكرو على العام اللي كتقوم به، كما كتشوف اليوم جينا رفقة الأخ عصام الدين بلقجة والأخ كاين اجلاني عمي كبار، جينا عند الاخ راشد الراجي صراحه. بارك الله الله انت اللي جبتي. لا حتى انا شوف الكواليس حيت ليا قال لي الراجي كي حضرت تقينه قالك شي مزال كما تعاودش، هو اللي جاب لي خوان الطوموبيل وكنشكرو على لا مرحبا الله يوفقك. صراحه كنا كنعتذروا منه يعني تعطلنا عليه شويه الحكم الظروف ديال الاخوان صراحه، بعد ما كنكون هذا الوقت فارغ كان تصبح عصام مشغول، كريم مشغول، إذا كان كريم موجود أنا ما كاينش. لكن أوكي الحمد لله توفقنا اليوم أنني جبت الأخ هشام الراجي، راه صراحة أول زيارة عنده وشرفين أنا نتواجد عنده، ومن الأبطال تبارك الله. لكن السيدي حنا كنسمعوه تبارك الله سلام يديروا له، حنا كنسمعوا هشام الراجي تبارك الله، ودائما تبارك الله كيعشق المنصة، ودائما تبارك الله كيتألق في المسابقات لا في الجمعية لا في الدراري تبارك الله، لا على الصعيد النصف الوطني تبارك الله ريجيونال. وجينا اليوم نشاركوا معاه هذه الفرحه ونعيروا الكلمات تبارك الله بمناسبه التالق ديالو مسابقه سيدي افني ناحيه قرميم. ولد تبارك الله عنده ديك الراس تبارك الله ولد جرار نفس الذكر تبارك الله، يعني هذا الذكر تبارك الله كان شاد في العيد، هذا هو الذكر الفائز تبارك الله بالرتبه الخامسه في الجمعيه في ملتقى الابطال تبارك الله ما شاء الله، والرتبه 18 في الفيدراليه. وهذا الذكر ديجا عنده يعني رتبه فوق الجرار 15 في الجمعيه و 45 في الفيدراليه، ماشي سهله تبارك الله. يعني الذكر الصوره اللي كتاكد تبارك الله على الحضور ديالها وعلى التميز ديالها في هذه المسافه تبارك الله ديال 400 و 500. ولا ما قال لي الاخ هشام راه مازال يزيد في شرح، مازال يلعب مرشح تبارك الله انه يعلم به. وتبارك الله ذكر في المستوى الرفيع تبارك الله في المواصفات ديالو، وكيف جات واحد الخفه تبارك الله. تبارك الله شكون العين ديالو خويا صلاح، تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك. ذكر ملاجي ولا شكوره خويا صلاح؟ ذكر اخو بعيد كما كتشوف هو ذكر 2019 تبارك الله 2019 هذا الشيء اللي كاين. مبروك الاخ هشام، ونتمناو ان شاء الله ياكد الحضور ديالو في المسابقه القادمه ان شاء الله، ومن الابطال اللي كتسناو الجمعيه اللي تلقى راه تبارك الله شرفوا في الدراري ان شاء الله. وانت بالنسبه للمسابقه ديال الترضيف اخويا هشام، ياك كاين شي نتائج شويه؟ اش غنقول لك، المسابقه ديال الترضيف كانت عندي
تبارك الله، اللهم بارك، الله يسخر. الأغلبية حيت كنحاول أنا بريباري النقاط ديال التليفون. آه. تبارك الله. بريباري حنا كلشي مجموع. تبارك الله، الله يسخر. ونعطيو الكلمة الأخ كريم حتى هو قبل ما ندوزو عند البطل ديالنا، لأن هو غادي يتكلم لنا أكثر وأكثر وأكثر. السلام عليكم، تحية لجميع الإخوان الكرام، تحية للأخ راجل مشكور على حسن الاستقبال والجمهورية الخط، وخا كانت أخوان من نجي عندنا الخط كما قال الأخ صلاح، وجينا باش نشاركوا معاه الفرحة ديالو بإنجاز متميز مسابقة نهي الكلين مرتبة الخامسة في نهي المنتخب الأبطال، مرتبة 18 رصيد فيدرالية تقريبا بعدد أكثر من 7000 نقطة. تبارك الله، رغم أن معاناة الموسم هذا في الضياع كثير ديال الحمام بحكم المسابقات اللي دازوا في الصعيدي العدد قل، يعني دائرة أن غريبة أن مدينة الدار البيضاء في المسابقة ديال الكلمين تجز 7000، يعني غريب من الغرائب، يعني كانوا وصلوا لهذه المسابقات كانوا وصلوا 14 15 ألف. موسم استثنائي قدر الله ما شاء فعل بحكم المسابقه اللي دازوا صعاب التامري والجراب وقبل المراحل الاولى، ولكن الحمد لله على كل حال تهنئه البطل الراجي تبارك الله بطل، يعني ماشي اول مره غادي يدوز لاريا اللي يجي عنده القاب وانجازات في العصبة اللي كانت في الاتحاد، اللي كانت عصبة، اللي كانت عصبة الثقافية الفيدرالية أيضا، والحمد لله ذلك يأكد دائما الحضور ديال المتميز القوي، تهنئة له وتمنوا ليه بحد موفق مسابقة ديال الشهر الأبيض، وتمنوا تيدوز ظروف جوية مزيانة ويكون كل دائما مذكر ودوز وقت زوين ويديك على الإخوان يفرحوا. الله يجزي الله شي تاويل ديال الخير. داك الشيء اللي كاين. نخليو الاخ الراجل يعرفنا على الحمامه ونعرفوا الرالي اللي فيها ثاني الاجراءات ديالو ديال سول الاخ الراجل بعدا كنت حاضر في ديكلاراسيون اخويا الراجل ولا كنت حاضر في ديكلاراسيون ولكن تكرر ما شفتوش. كدا كيطلع عليا من هنا. ما شتيش. قال شوف كيطلع من هنا عاد حول السوق باش بس كونستانتا كيطل كيقول لك عيو عيو كيطل الله العظيم الحمد لله زعما واخا المسابقه دازت في ظروف شويه صعبه قبل من هادشي كله كنبغي نشكرك السي بن العين الله يعطيك اخويا لا لا والله العظيم تيحاول ديما كيقرب ديما داكشي اللي كاين اخويا الراجل راك عرفتي راه مع الوقت وداكشي الله تكلم لك صراحه جبار والله العظيم زعما كنشكر السي عصام هو كيدير كونترول الصراحه كنشكر السي عصام الدين بلقشة وجميع المكتب ديال ملتقى الابطال على تقريبا كنبلغوا لي التحيات من هذا المنبر وجميع الدراري اخ اسوال تاهو اسوال وكل وكلشي الدراري كامل اون جينيرال اون جينيرال سي كريم أجلاني اخويا صلاح الدين اخ أجلاني يقدم مساعده من بعيد فهمتي عنده شي معلومات شي افكار من كريمسكي يقدم مساعده هو في العروبيه وكيعيط علينا فهمتي فرسي مع صاحب العروبيه دابا بعيد والله يسخر يمكن لك تكمل لنا هذا في المسابقه ديال ولد الجراب حرز على المرتبة 15 في ملتقى الأبطال وحرز على المرتبة 45 في فيدرالية وكيعاود يأكد في المسابقة ديال ناحية كلمير كيعلن الرتبة الخامسة في ملتقى الأبطال كيعلن 18 وصل الفيدرالية للطبقة الأكبر وبالنسبة لهذا الذكر كاين حاجة من السلالة ديال بوكمان هذا صوت مرسوم بوكمان هذا تقريبا الأب ديالو راه تقريبا راه السلاله ديال السي عماد مايسترو كنجيو ليه التحيه في المباراه هذا والجميع الاصدقاء كاملين وبالنسبه للحمامه الاخرى اللي حرزت على الاسبيجون في الفيدراليه وفي تقريبا في الملتقى الابطال الخامسه في ملتقى الابطال 10% 10% دونك معصر ما كاين ياك السيد الحمامات اللي خرجت شنو اخويا هشام ما تذكر هذا ضرب في كلميم وضرب ولا الجرار ياك ولا الجرار جوج طلقات متابعين متابعين تبارك الله بالنسبه للترتيب ديالو في ولا الجرار شحال تقريبا ترتيب ولا الجرار 15 45 45 فيدرالية تبارك الله اللهم بارك بالنسبة للذكر اخويا كما قال الاخ الراجي فهو حصل الرتبة الخامسة اسبيجو في جمعية ديبوس تبارك الله راه ماشي سهلة
يعني باش خمسة من ستة خمسة من ستة تعدى لنا دعام وتبارك الله راه عندك المرتبة الأولى بصراحة الله يكبر فيك عصام خير أنا نغامر تبارك الله ما شاء الله احنا في موسى تبارك الله وللذكر بأن الأسبيجو الأسبيجو في الجمعية راه كاين غير ست حمامات راه خرجوا ست حمامات راه مع الصالين اللي خرجوا تبارك الله وللعلم على ما قال لي الاخ الراجل هذا عنده في الفيدراليه اسبيجون فيدراليه كلاسه 15 فيدراليه الكبرى وتكلاسه 5 في المنتخب اخ موتي اخ ديالو العام اللي فات كلاسه 15 فيدراليه اسبيجون خرج من طاجين تبارك الله عندهم اسبيجون عندي راه اسبيجون في الجامعه اسبيجون طلع بالنسبه للبيديغريات ديالهم اخويا الراجل البيديغريات هذا فينسترا فالون هيرمس بوستر ومن ناحيه الام فيه فيه النيو اولمبياد مارسيل ووتر وفيه الهاري وفي الانجل تبارك الله نعم ديال الدمي فوت تبارك الله اللهم بارك ماذا 100% عندي واحد السؤال الاخ راجي ارتسامات ديالك الجوليه اللي كنت معرفش في هذا العامين حكم انك التحقت بها شنو اللي كيعجبك شنو اللي ما كيعجبكش شنو واش انت مرتاح ولا مرتاحش شنو نقول لك خويا بالنسبه لجمعيه منتقى الاطفال بالنسبه لي انا كتعتبر من احسن الجمعيات اللي كاين في المغرب كامل لا من ناحيه التسيير لا من ناحيه اي حاجه والحمد لله تقريبا النتائج اللي كتبين اللي كيبان لك تقريبا اغلبيه ديال الاطفال كيهيبوا في العصبه يعني ان التسيير راه مزيان وان الناس اللي زعما تابعين هادشي راه قايمين بالواجبات ديالهم على احسن ما وراء ومن هذه المباراة كنوجه لهم تحية بدون استثناء على المجهود اللي كيقوموا بها الله يحفظهم وديما عندك 50% 55% ديما داخلة في الفيدرالية لا تقريبا 50 55 ديما داخلة واحد المعلومة راه خرجت مرة مرة كنتشاور معها في الجو حيت هي وصراحة ما كنعيطوا لي فوق متأخر وما كيبقاش حتى هو إنجاح الجمعية جنود غابة لا كاين حتى مشكل لا مشكل صراحة الأخ هشام الجرود ديال جنود خفا ديما كنتواصلوا به كنستأشروا معاه صراحة كيفيدنا تا هو المعلومات اللي عنده التجربة ديالو تبارك الله والحمد لله ديما كما كنقولوا المعلومات ديالو كانت صعيبة الحمد لله وهادشي اللي كاين ومن هاد القضية اللي قلتي ديما كيقول لك أمر مشورة بينهم الإنسان خاصو ديما يتشاور وملي كيتقول لك ما خاب من يستشار الإنسان اللي كيستشار راه كياخذ معلومة من هنا ومعلومة من هنا الآخر كياخذ ديسيزيون كيجيب فيها الله حنا راه تبارك الله لا الأخ صلاح ما كنجتهدوا في جو ولكن ما كتحس راسك أنك مؤثر علاش كتقول ربما غاتعنيني شي حاجة كنشكروا الاخ صلاح في شجاعه تبارك الله راه دار المقترح وامنا بالفكره ديالو تبنيناها ونجحات ولكن كيبقى ديما خصك تشاور مع دراري اخرين كتحني الفكره فهمتي ولا لا باش كتقدر انت تكون مرتاح في الدقه الاخرى تبارك الله شي سبعه ولا ثمانيه ديال تنشكروا معاهم كلهم في المستوى الكبير ماشي غير في المسائل ديال الطقس ولكن كتكون مسائل حتى الخبره في الحياه كتنفع ضروري وبالنسبه للحمايه اخويا هشام جاو كاملين ياك باقي الحمد لله ما عندي حتى شي ضايع ما عندكش لي بيرس ما كاينينش بعد المسابقه ديال كل ميمني داز باقي لحد اه تقول لي شحال ديتي تقريبا شحال ديتي 11 طلعوا لي 11 جاوني 10 في نهار لغات جات وحده 11 فرقه ديال الكره هي هذيك قد قد تلقى اللي قبل منها تقريبا كطلقت 12 حيت كان هذا الذكر هذا لاعب على حساب لاسبيجون خصني ضروري نلعبو جاب كريو هو الحمامة الثانية هو الحمامة الثانية باش أكد لاسبيجون تكلاسة 40 44 يعني كون جا قبل غادي يقدر يكون معي حتى لشي مرة جا هو ورا هذا ورا هذا هذا تكلاسة 15 تبارك الله كيف كتفرج اسبيجون راه يعني ان السلاله 10% راه صعيب كتبين السلاله انها راه انا نقول لك اخويا راجي واحد الفكره تلقى شحال تلقى 690 حتى 10% ديال 690 شحال من الحمام 66 حمام يعني اللي ديك راه 67 هما كاين راه كنحسب انا نهضر ديك راسيو كنحسب واحد جوج خمسه 10% هي داخله صح راه اسمك كلاسه هو الثاني كلاسه 44 تبارك الله ديالي السيزيامه كلاسه 74 في الطلقه ما خرجتش لها في الطلقه الاخرى ما داخلاش 10% لا انا عنده الطلقه الاولى اللي ما كاينش كاين الثاني ما كاينش تعطل سبحان الله تعصب حاجه تقول العدد ولا بين واحد المشكل ما تحسبوا حتى 10% من نقص العدد
تاخذ 100 الاولى ولا 200 ولا 150 بالنسبه للاضعف ديالو كتعرف واخويا هشام شي تحيه غتقدمها الاخوان الاصدقاء سواء داخل المغرب خارج المغرب كنبغي نبلغ اول قبل كل شيء كنبغي نبلغ التحيه لجميع المكتب ديال المنتخب الابطال على المجهودات الجباره ديالو وكنبغي نوجه تحيه للاصدقاء ديالي سي نعمان رشيد والاخ عماد مايسترو ابلي اغبر ابلي اغبر صافي مسكينه ما تمرات و سي زكريا بن يحيى ومن هاد المنبر هذا كنبغي نعلنوا على السانكياما اللي ضرب اجلو في صباط الغرب هي تبارك الله تقريبا جميع الاصدقاء سي عبد القادر بيصا جميع الاخوان كاع جميع الاصدقاء ديالك اللي كتشوفوا اخ عصام واش غنقول لك راه الاخوان غادي يلاحظوا صراحة الله كاين اللي نسيت تكون مروحة ولا صارت لوا الأخ راجي صارت الله كنكونوا فرحانين وزيارة حضرنا وإن شاء الله تكون زيارة أخرين لما لمش نعرفوا الكميمات ديالو والولع ديالو هو هو مولع يعني الإنسان خاص شوية بحال قلتي مولع بالكالة هذا هو شنو كاين خويا صلاح يا شي تحية شي حاجة باش نغلقوا الفيديو جميع الإخوان جميع هو داخل المغرب وخارج المغرب وهادشي اللي كاين مبروك اخي هشام ونتمنى ان شاء الله الزياره تكون شاطئ ابيض ان شاء الله لما لا خويا كريم سي حم متغزات حتى هو كنبغي نبلغ ليه تحيه فين كيتواجد؟ كاين في العريش في العريش في العيون راه تبارك الله كيلعب مزيان تما ودابا راه تحول للعريش وكنقول ليه تكيس على الدراري ديال العريش حتى تضاريس اخرى انا عاودت اللي كان في العيون تبارك الله كنخدم معاك صافي خويا كريم هادشي مقنع من نقول نباركوا لي ونتمنوا لي التوفيق ان شاء الله تبارك الله عليكم وكما شاهدتوا معنا الاخوان كانت لينا زياره وفي نفس الوقت عمليه الكنترول بالنسبه لمسابقه قلميم وايضا لمسابقه مدينه اولى الجرار داخل جمعيه منتقى الابطال وايضا داخل رتب الجيده داخل فيدراليه الدار البيضاء هادشي اللي كان الخوت بلا ما نطول عليكم دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.